وحول إعلان الرئيس أردوغان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023 عن تحالف الشعب، ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. سعدنا بحضورك معنا. الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تكون في حزيران 2023، إلا أن الرئيس أردوغان أعلن مبكرا ترشحه للانتخابات الرئاسية. أولا، هل تعتقد أنه مبكر أم أنه توقيت طبيعي؟ بداية يجب أن نقول أن هذه المرة الأولى التي تكون فيها الانتخابات تقام في موعدها المحدد وبعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، وبالتالي نتكلم عن انتخابات بعد 5 سنوات كاملة كفترة زمنية التي هي كانت بعد 2018. هذا أولا. ثانيا، هذه ليس بالفترة الطويلة، يعني في عالم الانتخابات تبدأ الحملات الانتخابية والتخطيط لها قبل عام تقريبا، وبالتالي نعم يجب إعلان من هو المرشح ومن والحملات الانتخابية والعمل المسبق لمن يريد أن يفوز أو لديه برنامج انتخابي، وهذا ديدا حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان تحديدا. هو دائما يقوم بالتحضير المسبق ودائما بالزيارات وما يسمى التجمعات الانتخابية للولايات المختلفة داخل تركيا. أما المعارضة فهي لا تملك أصلا مشروع انتخابي، هي فقط مشروعها كيفية إسقاط أردوغان. الكل يتفق على يجب إسقاط هذا الإنسان الذي فاز بأكثر من 15 استحقاق انتخابي طيلة 20 عاما، وما يزال الرقم الصعب. حتى في انتخابات البلديات حزب العدالة والتنمية فاز بالمركز الأول، أي نعم خسر إسطنبول وإزمير، ولكن في المجمل كأصوات تركيا كان العدالة والتنمية في المركز الأول. نعم. لدينا انتخابات جادة يا سيدي، والرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أنه هو المرشح عن تحالف الشعب، عن كل من حزب الحركة، عن حزب العدالة والتنمية والحركة القومية. السؤال هنا، أين أنتم أيها المعارضة؟ من هو مرشحكم؟ إذن أنت تعتقد أو ترجح أن يكون هذا الإعلان المبكر من أهدافه أنه يمثل تحديا لهذه الأحزاب الستة المتحالفة ضده؟ هو عبارة عن نوع من الاستجواب المبكر والتحدي الصريح لإجبار الطرف الآخر لإعلان من هو مرشحه. نعم. من هو مرشحي. إذن أنا أتكلم عن 6 أحزاب هامشية باستثناء حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة، الحزب الرئيسي في المعارضة في البرلمان التركي، ولكن بقية الأحزاب هي أحزاب هامشية ليس لها أي ثقل حقيقي عند الناخب التركي. وحتى حزب الجيد يعني في آخر الاستطلاعات تقول 7% دون 10%. ولكن السؤال هنا، من هو سيمثل هذه الأحزاب مجتمعة؟ من باعتقادك؟ طبعا الكل يعلم ويجزم بأنه التوجهات تقول أنه كليتشدارأوغلو هو الذي سيكون المرشح، ولكن هذا عبارة عن تحدي كبير له، لأنه كليتشدارأوغلو منذ أن جاء منذ عام 2010 إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري وإلى الآن وهو ينجح بامتياز في دائما الخسارة في جميع الانتخابات. لم يحصل ولا على أي مركز أول، ولو كان لديه القليل من الحصافة أو الذكاء السياسي لاستقال منذ زمن. ولكن هو طبعا لا يمثل فقط تصور أتباعه، ولكنه هو أيضا يمثل أو هو مرتبط بأجندات خارجية ومدعوم ومرضي عنه أوروبيا وأمريكيا. هل لذلك تحداه أردوغان في أن يعلن عن ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة؟ بكل تأكيد. نحن نعلم أن في الانتخابات السابقة للرئاسة نعلم أن حزب الشعب الجمهوري من رشح، لم يرشح كليتشدارأوغلو نفسه، وإنما رشح من ينوب عنه. نعم. في ذلك الوقت ومحرم إنجا. نعم. ومحرم إنجا للمعلومية حقق 30% أكثر من عدد أصوات حزب الشعب الجمهوري 25%. إذا كمال كليتشدارأوغلو هو في حد ذاته عبء على المعارضة وعبء على حزبه، ولكن هو لاعب ماهر وهو يدير السياسة والتخفي والأكاذيب. والهدف الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري ليس تركيا ومنفعة تركيا ومصلحة تركيا، وإنما فقط كيفية وضع العصا في الدواليب، كيفية إيقاف مسيرة تركيا النامية المتنامية التي أصبحت قوة إقليمية وبصدد أن تصبح قوة عظمى في المنطقة. وبالتالي هو ليس هدفه من مصلحة الشعب التركي ولا تركيا، مصلحته كيفية إسقاط أردوغان، وهذا هو القاسم المشترك. نعم. مع بقية الأحزاب. نعم. الهامشية. بقية الأحزاب التي تسميها هامشية وهذا الحزب، هل تعتقد بأنهم
من الممكن أن يقصروا الطريق وأن يتفقوا على مرشح واحد، مع العلم أن ميرال أكشنار اليوم أكدت عدم ترشحها. هم يا سيدي لا يستطيعون أن يكون لهم مثل ما يقولون أي ثقل في إعطاء أي رأي. يعني الآن الحزب الشعب الجمهوري هو الغالبية، والباقية هم عبارة عن أحزاب هامشية 1% 2%، يعني ليست لهم أي تأثير، لن يكون لهم أي تأثير حقيقي على الشارع أو على الناخب التركي. وبالتالي ما سيقوله بين قوسين، ما سيفرضه كمال كليشتاروغلو هو الذي سيطبق، وبالتالي حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل القلعة الأتاتوركية العلمانية في تركيا هو سيكون يعني يضطر بالبقية أن يوافق عليه، وبالتالي كمال كليشتاروغلو سيكون مضطرا لإعلان ترشيح نفسه عن حزب الشعب الجمهوري وعن هذه المجموعة الستة ومن يدعمها من وراء الستار كالحزب الحركات الكردية. هل تتوقع أن يكون المرشح من خارج هذه الأحزاب أم أنه سيكون كمال كليشتاروغلو؟ لا، هو أتوقع الآن كل استطلاعات أو كل المؤشرات والتحليلات تقول بأن كمال كليشتاروغلو إذا لم يرشح نفسه فهو لا يستحق أن يكون رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، وبالتالي هو يجب أن يكون واحد من هؤلاء الستة من هذه الطاولة المستديرة. كان هنالك بعض التساؤلات بأنها ستكون ميرال أكشنار زعيمة أو رئيسة الحزب الجيد، أعلنت هي أنها لن تكون مرشحة، وبالتالي البقية من؟ أحمد داوودوغلو ليس له أي وجود أو نجاح سياسي، بعد ذلك علي باباجان أيضا ليس لديه أي تمثيل حقيقي وغير مرضي عنه أصلا في الشارع التركي، والحزب الديمقراطي هو هامشي جدا، ولم يقبل هنالك إلا حزب السعادة، وحزب السعادة هو مع الأسف يعني يسير عكس التيار الناخبين الإسلاميين، وبالتالي فقط النصيب الأكبر للترشح هو لكمال كليشتاروغلو. وأتوقع بأن كمال كليشتاروغلو سيسهل المهمة على الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة، لأن ليست هذه المرة الأولى التي انهزم فيها وسينهزم فيها. إن شاء الله. سيد يوسف، في الحديث عن حظوظ أردوغان في الانتخابات القادمة، وإن يكن الوقت لا يزال مبكرا عن ذلك، لكن هو يعني لديه مسيرة طويلة من الإنجازات الكبيرة، وفي نفس الوقت هناك متغيرات وتحديات كثيرة في هذه الآونة. نحن نتحدث عن اقتصاد متذبذب، نتحدث عن قضايا كثيرة وافتعال مشكلات، تعرف ما تقوله المعارضة من افتعال مشكلة اللاجئين وغيرها. هل تعتقد بأن هذه المشكلات التي تفتعلها المعارضة يمكن أن تؤثر حقيقة على حظوظ الرئيس أردوغان؟ طبعا لابد أن نقول بأن إذا ما ردنا أن نشخص الواقع، التحدي الحقيقي أو المنافس الحقيقي لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان هو الاقتصاد والتضخم والوضع الحالي بالنسبة للغلاء المعيشة في تركيا. هذا هو التحدي الحقيقي برأيي، وهذا هو المنافس الحقيقي في الانتخابات القادمة، لا حزب المعارضة ولا حزب الشعب الجمهوري ولا كمال كليشتاروغلو ولا غيرهم. وبالتالي يجب إيجاد حلول ناجعة وحلول سريعة وحلول مطمئنة ليكون هنالك استرداد ما يتم الآن تشويهه من وضع تركيا الاقتصادي ومحاربة الاقتصاد التركي. نحن نعلم بأن الليرة التركية استهدفت والعملة التركية، الاقتصاد التركي استهدف من خلال السبيكولاسيون والشائعات المالية، وأيضا من خلال الضغوطات على تركيا، تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، عدم السماح لضخ الأموال، الكثير من القضايا التي الهدف منها هو نزع ورقة الاقتصاد التي جاءت بالرئيس رجب طيب أردوغان وإظهار أن هنالك مشكلة اقتصادية ضخمة. من الذي يصنع هذه المشكلة أستاذ يوسف؟ الأذناب، يعني ليست السياسات الخاطئة الاقتصادية الخاطئة، إنما هي بفعل فاعل. يا سيدي هذا الكلام مردود وغير مقبول. السياسات الاقتصادية لحزب عدالة وتنمية ورئيس أردوغان هي التي مكنت تركيا أن تغلق ديونها لصندوق النقد الدولي 23.5 مليار، هي التي مكنت أن ترتقي بتركيا من المرتبة 67 إلى المرتبة 17 خلال 20 أول 10 سنوات من 2003 إلى 2013، 10 سنوات تركيا لأول مرة في تاريخها بقيادة الرئيس أردوغان سكرت جميع ديون الـ IMF صندوق النقد الدولي 23.5 مليار، وبالتالي التضخم نزل إلى 4.65%. هذا الذي جعل الغرب يشتاظ غضبا من تركيا، أصبحت ذات سيادة لا تبعية للساسة الغربيين وأمريكا تحديدا، لذلك بدأوا محاربة تركيا وشيطة أردوغان. هذا أولا. ثانيا
الذي نجح في إلغاء الأصفار الستة ونجح في أن ينزل التضخم من 130% إلى 4.65% هو أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان. لذلك السياسات الخاطئة هذه شماعة وأكذوبة. نعم هنالك ضغوطات، هنالك تحديات، وهنالك الآن يتم الحديث عن تضخم كبير في تركيا، لكن هذا التضخم ليس بسبب السياسات الداخلية الخاطئة بقدر ما أنه هو الآن يشتعل العالم كله بعد جائحة كورونا، بعد تبعات حرب الروسية الأوكرانية. تركيا يا سيدي دولة مستوردة للطاقة، وجميع الدول التي تستورد الطاقة، البرميل كان ب$40 أصبح الآن ب$130، الغاز الطبيعي ارتفع 6 أضعاف، هذا انعكاس نتيجة هذه الزيادات، وبالتالي هذه سيتغير الواقع عندما تبدأ تركيا في بعد شهر تموز في نهاية هذا العام بضخ الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وتقل فاتورة الاستيراد من الخارج من $40 مليار للبترول والغاز الطبيعي إلى نصف تقريبا، توفير $20 مليار. هذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي. الصادرات الآن تحقق أرقام قياسية، الاقتصاد التركي كماكرو إيكونوميكس كأرقام كبيرة هو في نعمة وخير، ولكن لم ينعكس بشكل سريع على المواطن والمستهلك، بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى زمن. وهذا المواطن هو الذي سيدلي بصوته بطبيعة الحال، وهذا المواطن الذي يحتاج دائما إلى أوضاع اقتصادية مريحة كي يستطيع أن يعطي صوته لأي جهة. السؤال اليوم عن، طبعا لا شك أنه الوقت مبكر الآن على وجود استطلاعات رأي حقيقية، لكن في قراءة لمشاعر ويعني أداء المواطن التركي في هذه الأيام، كيف تنظر إليها أو كيف تقيمها تجاه حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب؟ هناك استطلاعات مبدئية تمت الآن وما يتم الآن في الشارع التركي، وما يزال الآن الرئيس رجب طيب أردوغان يحتل المركز الأول بلا منازع. أي نعم النسبة لم تكن كما كان في عام 2018 52.5% عندما انتخب رئيسا إلى جمهورية تركيا وفق القانون الجديد أو وفق النظام الرئاسي الجديد. الآن النسبة ربما نزلت إلى 40% أو تقريبا جوار 40% إذا ما أضفنا أيضا الأصوات الحركة القومية، ولكن يبقى في المركز الأول. هذا أولا. ثانيا نعم من المبكر نتكلم الآن عن أرقام واقعية، لأن هنالك نسبة ما يسمى المترددون أو المنطقة الرمادية، هم الآن لم يحسموا أمرهم بعد لمن يصوت. ثالثا تركيا لديها والرئيس رجب طيب أردوغان لديه الكثير من المفاجآت، والحكومة التركية قبل الانتخابات ب6 شهور هنالك دائما ما يسمى يعني سيكون بعض الإجراءات التي هي ستريح كثيرا أو حصد نتائج ما يتم زرعه أو ما تم زرعه من خلال السنوات الماضية لم يتم الإعلان عنها. الآن يتم الإعلان بالتدريج، تم تخفيض الضرائب على المواد الغذائية من 18 إلى 8% إلى 1%، تم تخفيض الضرائب على شراء العقارات، تم الآن إعطاء خلود مويس، الكثير من الإنجازات الآن، ولكن بحاجة إلى وقت لأخذ نتائجها. أتوقع أن نسمع مفاجآت جديدة في النصف الثاني من هذا العام أو حتى في بداية الربع الأول من العام القادم، وهذا سينعكس بشكل إيجابي. التحدي الحقيقي هنا أمام الرئيس أردوغان هو ورقة الاقتصاد. نعم. والتضخم والوضع المعيشي في تركيا. نشكرك جزيلا على حضورك في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي سيد يوسف كاتبوغلو، شكرا لك. شكرا.